هو في مدينة باريس كان يحيى قاعد بلبسه الكلاسيك وشكله المختلف خالص عن الجلابية الصعيدي. كان قاعد وهو سرحان في غيوم السماء والأمطار اللي كانت بتنزل على هيئة تلج. قطع تفكيره اقتراب خطوات منه، ولما رفع عينيه شاف واحدة قعدت قصاده وقالت: عزيزي يحيى، أنا شايف إنك بتحب جو باري كتير، ليه مش تعيش معانا هنا على طول؟ يحيى ولع سيجارته وقال: أنا زي السمك، ما بحبش أعيش بعيد عن أهلي كتير. المهم، ردت أليسكا وقالت: تشغب إيه الأول؟ رد يحيى وقال لها: لا مش عاوز، أنا شربت قهوتي قبل ما توصلي. المهم طمنيني، أندرو قالك إيه؟ أندرو مبسوط كتير من الأخبار الجديدة، وبيقولك لازم يشوفك قريب عشان تتفقوا على كل حاجة. يحيى وقف وقال: خلاص يبقى يلا بينا نقابله دلوقت. أليسكا مسكته من إيده وقعدته وقالت: اهدى يحيى، لا كله بوقته، مش ناو، خلينا بالليل. هو دلوقتي بقى ايه رأيك نقضي اليوم سوا؟ يحيى بص في ساعته وقال: لا انا عندي شغلك ده هخلصها وخلينا نتقابل بالليل. يحيى وقف وكان هيمشي، بس أليسكا وقفت قصاده وقالت: مالك يحيى، من وقت ما جيت هنا وانت متغير معايا، لو زعلتك في حاجة قولي. مفيش، انا بس الفترة دي مشغول وعندي شوية مشاريع جديدة شغال عليها، بس ده ما يمنعش انك تكون معايا. هو اللي نسيت اني مغاطك؟ لا ما نسيتش، وبمناسبة الموضوع ده احنا لازم نقعد مع بعض، في حاجات لازم تعرفيها. وعند منال ورحمة، منال عيطت وقالت: انا هموت نفسي، انا بقيت عاملة زي اللي مستني حكم الاعدام. استغفري ربك، يعني هتموتي كافرة؟ مش كفاية اللي حصل؟ بصي ما تجلجيش، اكيد كل مشكلة وليها حل. اتكلمت منال بدموع وقالت: بس انا ماليش حل، فهد خلاص حكم عليا بالموت، يا ريتني ما صدقته، يا ريتني ما وثقت فيه. ردت رحمة وقالت لها: انا قررت اروح ليحيى واقول له ان جوازي منه قصاد جواز فهد منك. ابوس يدك، الفضيحة، انا خايفة يحيى يقول لابويا. امال هنعمل ايه؟ طيب انا تعبت من كتر التفكير، سيبينا اروح لفهد كمان مرة، ولو مرضاش بالجواز وقتها هنزل اللي في بطني، ان شاء الله موت فيها. طب اهدي كده وبطل عياط، وان شاء الله ربنا هيحلها من عنده. وعند يحيى واليسكا كانوا قاعدين مع بعض، واليسكا اتكلمت وقالت: ليه يحيى مش ياخد اليسكا ايجيبت؟ انا كتير بحلم ازورها، مش وقته. بعدين انت وعدت اليسكا تزور مصر وتشوف اهل يحيى، ما قلتلك بعدين، انا مش فايق دلوقت، خلينا نخلص الصفقة الاخيرة دي واوعدك ان كل حاجة هتتغير. يحيى خلص كلامه ومشي، واليسكا وقفت تبص بضيق وقالت: ماشي يحيى، انا لازم اعرف ايه غيرك كده. كان شاكر ماسك سكينة وبيقرب على منال وقال: انا هقتلك واشرب من دمك، جبتلي العار ولازم تدفني بيه. اهدى بس يا عمي، فهد هيتجوزها ويصلح كل حاجة. فهد خلاص هيتجوز بنت عمه ومش عاوز الخطية دي بعد ما رماها وخد غرضه منها. انا هتكلم مع يحيى وهخليه يحل الموضوع ده، او ممكن نبلغ البوليس وهو يتصرف. هو الفضيحة، هنعمل ايه في الفضيحة؟ الفضيحة لولاد الرفاعي اللي ما عندهمش نخوة. شاكر قرب من منال وضرب السكينة في بطنها ووقعت في الارض صيحة في دمها. رحمة صحيت من النوم وهي بتتنفض من الخوف: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الحمد لله انه كان كابوس. وقفت رحمة وراحت اتوضت وصلت وهي بتدعي ربنا ان فهد يتجوز منال والموضوع يمر على خير. وبعد اسبوعين كانت رحمة واقفة قدام المراية في فستان الفرح وبتفتكر اليومين اللي فاتوا لما فهد قرر انه هيتجوز فردوس في نفس يوم جوازها. اما منال اللي الدكتورة رفضت تعمل لها العملية بسبب ان الجنين كبر وبقت في الخامس، ابوها شاكر عرف، بس الغريب رد فعله ان سكت وما تكلمش وكأنه مستني الفرح يعدي عشان يخطط لحاجة. رجعت من ذكرياتها على صوت باب الأوضة اللي اتفتح ودخل يحيى وهو بيبص لرحمة بإعجاب. اتنفضت رحمة ورجعت لورا لما لقيت يحيى بيقرب عليها واتكلمت وقالت له: بعد عني يا ابن الرفاعي وإلا هقتلك. نزلي اللي في يدك ده يا شطرة اللي يعورك، ما تجربش وإلا هضربك بالنار. يحيى وقف وقال: وانت مفكرة اني مش هقدر اخده منك؟ ولو بعدت عنك النهاردة طب بكرة وبعده ايه؟ نسيتي انك مرتي واللي يحجوج عندك؟ جاك كسر حجك، انا متجوزاك غصب وعمري ما كنت موافقة على الجوازة دي، ونجوم السماء اقرب لك من انك تلمس شعرة واحدة مني. الغرور اللي فيك ده انا هعرف اكسره زين، ومن النهاردة هتشوفي يحيى الرفاعي واحد تاني، انا ما بخافش غير من اللي خلقني، وعندي اموت ولا ان سيبك تجرب مني. يحيى قرب منها ومسك ايديها اللي ماسكه المسدس وحاول ياخده منها
إلا إن غصب عنهم طلعت طلقة من المسدس ودخلت في يحيى، وبسبب صوت الأغاني العالية وضرب النار اللي في الفرح محدش سمع حاجة ولا حس بيهم. وفي بيت الرحيمة راوية كانت قاعدة تعيط وتقول: يا حزنك يا راوية يا حزنك، يا جهرتك على بيتك اللي راحت غادر. اتكلم شاكر وقال لها: اكتمي واسكتي، وإلا الطلقة التالتة هتكون في دماغك. كتمت اهو، بس قتلتها ليه؟ كنت سيبني انا ربيها، ولا كنت عرفت منها من اللي عملك ده وقتلته؟ اخرسي، ما هو لو كنت فاضية تربي بناتك ما كانش وصل بينا لحلك ده. انت كمان بتلوم ناني؟ ما هي شايفاك انت كمان دايرة على الموالد ورا الغوازي، ولو كانت شايفاك اب زين ما كانتش عملتك ده. عارفة كلمة كمان وهروح اقول للرفايع انك انت اللي قتلت بنتهم، وكل ده بسبب غيرتك منها. انا اللي قتلتها، ولو فكرت تتجوز عليا تاني هقتلها. انت الظاهر عقلك فوت وما بقيتيش في وعيك. حمدان جه يجري وقال: هتعمل ايه عاد يا شاكر؟ الرفايع لازم يعرفوا باللي حصل لبنتهم، تعال معايا المكتب ونتفق سوا ونبلغ المركز. شاكر مشي وحمدان وراه واتكلم وقال: هات العواجب سليمة يا رب. وعند يحيى حمزة وقف واخد المسدس من رحمة اللي كانت قاعدة تعيط وقال: يمين بالله لو يحيى جرله حاجة مش هيكفيني عيلتك بحالها. يحيى كان حاطط ايده على كتفه وقال: حمزة ما تقولش لحد اللي حصل، خلينا نمشي من باب اللي ورا. طب والإصابة اللي في كتفك دي؟ دي لازم مستشفى. اتكلم يحيى بتعب وقال: خدني للدكتور عماد، هو هيعرف يتصرف. بس يا يحيى دكتور عماد صغير على حاجة زي دي. اخلص يا حمزة انا بتصفى. حمزة كان ساند يحيى وخارج من الأوضة وبص لرحمة اللي كانت قاعدة منهارة وقال لها: حسابي معاكي لما ارجع، اللي حصل ده مش هيعدي بالساهل، ادعي ربنا ان يحيى يبقى كويس. اتكلم يحيى وقال له: سيبك منها، اقف بس على رجلي وهعرف احسبها كويس. يحيى وحمزة خرجوا، ورحمة غيرت هدومها وكانت رايحة جاية في الأوضة قلقانة. وفي أوضة فهد وفردوس اتكلمت فردوس وقالت: بعد عني يا فهد، انا عمري ما هكون مرتك. ايه اللي بتقوليه ده؟ انت اتجننتي؟ جرى ايه يا فردوس؟ احنا خلاص اتجوزنا، اني لولا الفضيحة وعامله حساب لأهلي قدام الناس كنت فشكلت الجوازة دي. فهد قرب منها وقال لها: ايه دي كده يا فردوس، وقولي ايه بس اللي مزعلك؟ فردوس مزحت دموعها وقالت: منال جات لي الصبح وحكت لي على كل حاجة، انت ازاي قدرت تخدعني طول السنين دي كلها؟ فهد قعد ومسك دماغه وقال: دي كدابة ما تصدقيهاش، انا كنت شاكة في حاجة بينك وبينها من زمان، وده اللي كان مخليني بأجل جوازنا. حاجتي دي هي اللي كانت بتجري ورايا واني اللي كنت رافضها. حرام عليك، بطل كدب بقى، اني خلاص تعبت. انت ايه مش حاسس انك ندمان؟ انت ضيعت مني اجمل يوم في عمري. فهد قعد على الارض قصادها وقال بندم: ارجوك يا فردوس اديني فرصة، انا عاوز ابدأ من جديد وابقى انسان نظيف بعيد عن كل اللي فات. انت بكرة هتكلم ابوها وتكتب عليها عشان خاطر الواد اللي في بطنها ده، ملهوش ذنب، مش هينفع. اني تاني عاوز تنزل من نظري؟ كفاية بقى كفاية. فهد حط ايديه على كتفها وقال: فردوس انا بحبك انت وعمري ما حبيت حد غيرك، لو كنت حبيتني صح ما كنتش عملت اللي عملته ده، لو كنت بتنتجم للي ماتوا فالانتجام ما يكونش في الشرف. رحمة اتصلت على هدير وحكت لها اللي حصل، وهدير قالت: يا لهوي يا لهوي، انت اتجننتي يا بنت يا رحمة، اعمل ايه يعني؟ ما هاني عمري ما كنت هسيبه يجرب لي. تقومي تقتليه يا بنت المجنونة، ده يحيى مش هيعدلك اللي حصل ده ابدا. هو انا بتصل بك عشان تلوميني ولا عشان تشوفي لي حل في اللي حصل؟ اعمل فيكي ايه يا مجنونة يا بنت المجانين؟ انت عارفة ان يحيى لما يرجع هيعمل منك بطاطس؟ يعمل اللي يعمله، انا ما بخافش غير من ربنا. ردت هدير وقالت لها: طب قوليلي هو راح المستشفى بتاعتنا ولا راح فين؟ لا انا سمعته بيقول لحمزة يوصله عند الدكتور عماد. طيب ربنا يستر وتعدي على خير، ويحيى ما يعملكيش حاجة. رحمة قفلت مع هدير وراحت على السرير وفضلت تفكر لغاية ما غلبها النوم ونامت. وعند الجدة اللي قامت منفوضة من النوم وقالت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هات العواجب سليمة يا رب. جت زينب تجري وقالت: في ايه يا ستي مالك؟ يحيى فين؟ اطلعي اندهيله. اتكلمت زينب بغيظ وقالت: يحيى قاعد مع العروسة في اوضتهم، بس طالما انت عاوزانا هطلع له. زينب كانت هتمشي بس الجدة قالت: لا خلاص خليهم براحتهم، الصبح بقى اطلع له. طب طمنيني مفيش اخبار عن هند؟ هند راحت لبيت الرحيمة خلاص يا ستي، قلبي مكبودك ده، وشفت منام عفش. كملي نوم يا ستي، تلاقيكي تجلتي في العشاء ولا حاجة. ولحد هنا خلص الجزء ده، استنوني في الجزء القادم، دمتم في أمان الله.